إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقول الحق سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أيها المسلمون، الرياح والأعاصير والطوفان رسائل إنذار من الملك الجبار، آيات من الواحد القهار، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عباد الله، لقد خوف العظيم الجليل عباده بالريح العاتية وأنذرهم بالأعاصير القاصفة. يقول تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. عباد الله، ولعظم شأن الريح أقسم المولى عز وجل بها فقال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. الرياح والأمطار والأعاصير جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا شاء الله سبحانه وتعالى جعلها رحمة. الرياح هذه والأعاصير والأمطار قد تكون رحمة من الله وقد تكون عقوبة. إذا شاء سبحانه وحده لا شريك له جعلها رحمة. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وإذا شاء سبحانه وتعالى جعلها نقمة ونكالا. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عباد الله، إن الأمطار الطوفانية والأعاصير حدث مهيب ومنظر مهول يذهل القلوب ويدهش العقول. فبينما الناس في دنياهم غافلون أو في لهوهم يعمهون، إذ أذن الله تعالى لجند من جنوده أن يتحرك. وما هي إلا لحظات، إلا وسيول الأمواج تجر كل شيء في طريقها، سيارات كأنها أوراق شجر، مدن عامرة تدب في أرجاء الحياة، وفي طرفة عين أمام دهشة أهلها وعجزهم يحولها الله سبحانه وتعالى إلى أوطان موحشة وديار خالية وشوارع قاحلة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن هذه الأمطار الطوفانية والأعصير يوم تعصف عصفتها كأنها تخاطب أهل الأرض وتذكرهم بعظمة الخالق وعجز المخلوق وضعفه، تخاطبهم بأن الأمر لله وحده، بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن المخلوق مهما طغى وبغى ومهما أوتي من قوة وتقدم في العلم فليس بمعجز في الأرض
وليس له من دون الله من ولي ولا نصير. دول عظمى كأمريكا واليابان وقفت عاجزة أمام هذه الأمطار والأعاصير، فما بالك بدول ضعيفة، دول متخلفة، هي متخلفة وتزيد تحارب الله عز وجل. إذا أمريكا واليابان ما نجمتش تقف أمام قوة الله عز وجل، فما بالك بالدول المتخلفة، متخلفة علميا ومتخلفة أخلاقيا، ومع ذلك تتبجع وتبارز الله عز وجل وتحارب شرع الله عز وجل وتستهزئ بآيات الله عز وجل. عباد الله، لقد توصلت البشرية إلى حد من التقدم العلمي، وصلت إلى حد أنها أصبح بإمكانها إلى حد ما أن ترصد تحركات التقلبات الجوية وأن تكشف وجهتها، ولكنها مع ذلك مع ما تملكه من قوة ومن تقدم عجزت عن مواجهة هذا الجند، الجند الإلهي، هذا الجندي، الريح والأعاصير. عجزت أقوى القوة اللي تدعي القوة أمريكا بقوتها وعنجهيتها وبتكنولوجيتها، عجزت أن تواجه قوة الله عز وجل، الجندي هذا، جندي الريح والأمطار. وقوس هنا أفتحه، قلنا مع التقدم العلمي صار الآن من الممكن أن نرصد تحركات الأعاصير وتحركات التقلبات هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى في البلاد هذه يوصلنا في الآيات، لكن رانا في غفلة منها. الآن رصد، قالوا يمر كذا وكذا، ولكن ربي سبحانه وتعالى كذب قولهم. صدق الله تعالى حين قال: وإذا أراد الله قوما سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن عباد الله ما عاشته بلادنا خلال الأسبوع المنقضي آية من آيات الله، بل آيات كثيرة في نفس الوقت. في البداية أمطار غزيرة أصابت مناطق عديدة من بلادنا وخاصة منطقة الوطن القبلي، نسأل الله تعالى أن يخفف مصابهم وأن يرحم موتاهم وأن يعوض خسائرهم. ولكن الآية الأبلغ مش الأمطار الطوفانية، هذيك آية من آيات الله، وسنرى شنية الرسالة اللي حب يبين هذا الله عز وجل من خلال هذه الأعاصير. لكن الآية الأعظم اللي كثير منا غفل عنها هي تكذيب الله عز وجل للتنبؤات الجوية التي كانت تتحدث عن موجة ثانية من الأمطار الطوفانية تصيب مناطق أخرى من بلادنا. والعجيب أن هذه الإنذارات صدرت من دول متقدمة كألمانيا وإيطاليا، مش من رصد الجوي تعطون، جاءتنا إنذارات من دول متقدمة أن باش تكون هناك أمطار طوفانية وكذا، باش تمر من خليج قابوس ومن عشرينية وكذا، والهلع أصاب الناس كأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كأنهم مش مسلمين، إسلام سوري. لكن الله تعالى أراد أن يكذبهم وقال للجميع: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال للجميع: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لكننا في غفلة نسينا الله عز وجل، نسينا أن الله سبحانه هو القادر، هو المتصرف الواحد، لا مبدل لحكمه، ولا يتصرف معه أحد في هذا الكون. ها هو الشرك الأكبر، مش الشرك اللي في الكتب، الشرك أن الإنسان يشعر أو يؤمن أو يحس حتى في لحظة واحدة أن فما متصرف آخر مع الله عز وجل في هذا الكون. لذلك حتى هذه الأمور هذه يراه مهما بلغت العلم، ربي سبحانه هو مسبب الأسباب، يقول الشيء يكون فيكون يكون، هم راوها بالعلوم أنها جاية هنا، لكن ربي سبحانه وتعالى هذه كل جنوده وجهها ويحبه. عباد الله، إن المسلم الذي يؤمن بما جاء في كتاب الله جل وعلا يعلم علم اليقين أن هذه المصائب التي تنزل بالبلاد والعباد إنما هي جزاء ما كسبت أيديهم. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انذارات. قلت أنا كما واحد معناها أستاذ ولا واحد مربي ينبه التلميذ المشوش الغافل، نهار كله يعمل العمل يعطيهم من الأول انذار شفوي،
وبعد يعطيه ملاحظة وبعد يردها له انذار، وإذا تجاوز يردها له طرد. هكاك الحال البلاد هذه، انذارات ربي راهي متوالية عليه من غلاء معيشة ومن طغيان لأبنائنا ومعناها انحراف لأبنائنا وغلاء وكذا ومصايب. نحن مازلنا نعاندوا في ربي عز وجل وماشيين في الطريق الخطأ، وعوض أن نصلح نفسد أكثر ونطغى في الطغيان والعياذ بالله. صحيح أن لهذه الأعاصير أسباب وظواهر علمية، ولكن هذا لا يعني التعلق بهذه الأسباب ونسيان خالقها ومسببها. فإن الله تعالى إذا أراد شيئاً أوجد سببه ثم رتب عليه نتيجته. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. إذا بلاد ربي سبحانه وتعالى آذن بعقابها أمر المطرفين، المطرفين يقولون قلة في أكثر الأحوال، تخرج جرذمة، يخرج ربما بقوانين تعادي الله عز وجل، أو يخرجون بمجلة تعادي الله عز وجل. أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها وسكتوا الصالحين وتفرجوا الصالحين، ورغم أنهم أكثرية لكنهم صمتوا. أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه العصير وغيرها من الكوارث هي من أقدار الله عز وجل، لا تسير نفسها ولا تسير عبثا، إنما تسير بأمر الله عز وجل ولشيء أراده الله عز وجل ولحكمة أرادها الله. ولكن للأسف الشديد نحن اليوم نعيش زمن الرويبضة، زي زمن الرويبضة المنافقين الذين يتكلمون في أمر العامة والذين يظهرون على شاشات التلفاز، زمن التضليل الإعلامي على أيدي مجموعة من الحاقدين المأجورين، صهاينة صهاينة أقولها، عوض أن تردهم هذه الحوادث إلى الله عز وجل، عوض أن تجعلهم يراجعون أنفسهم، عوض أن يكونوا أذلاء لحكم الله عز وجل. فإذا بهم على العكس تماما، ما تزيدهم هذه الحوادث إلا استكبارا في الأرض، إلا عتوا، إلا استهزاء بآيات الله عز وجل. والاستهزاء بالله عز وجل وبآياته أقولها لا توجد إلا في هذه البلاد، مستحيل البلاد العربية والإسلامية الأخرى مهما بلغت من الفساد، وحتى أجدادنا قبلنا حتى قد يبلغوا في الفساد وربما واحد منهم يقع في المعاصي، لكنه إذا قلت الله الرسول يحشم يحشم. أما اليوم صرنا نستهزئ بآيات الله علنا، وين الإعصار في الفيسبوك يضحكوا؟ هذا الناس عندهم إيمان؟ هذا الناس عندهم ذرة حياء من الله عز وجل؟ هؤلاء الطائفة الشرذمة يعيبون على الأئمة والدعاة أنهم يربطون كل شيء بقال الله قال الرسول، حتى خرج واحد منهم ما نحبش نذكره يقال الرسول قال كل شيء، قال الرسول عقولكم اش قالت، ويستهزأ بالحديث النبوي الذي يتحدث أن أن الإنسان الذي يموت غرقا والذي يموت ردما شهيد يستهزأ، وقال لهم يدخل معها 70 من أهل ها، قال لك وشبه ذلك، قال لك دواعش هذول، ها هو شو المنتشر في بلادنا وفي إعلامنا، وفي فرقة منا طائفة موجودة في جامعاتنا تربي النشأ وتخرج لنا النشأ وتخرج لنا المربين. هذاك علاش نحن في طامة عظمى منذ استقلال اليوم. لذلك عباد الله انتبهوا، شبهات هم يظنوا فيهم في رواحهم علميين، هم أبعد الناس، أغلبهم همش من أهل العلم، معناها همش من العلوم الصحيحة، تلقاه إذا تشوف تخصصهم تلقاهم أبعد ما يكون عن الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والكذا، تلقاهم متخرجين من جامعات اللي ما حبش نذكرها. لذلك من الشبهات التي يطلقونها أنهم يقولون كل شيء طلبتوا فيه في هذه كوارث طبيعية، نحب نحيوا فكرة أن الخالق هو اللي يتصرف، وهذه الكوارث هي تصيب الناس الكل، تصيب البلاد الإسلامية والبلاد الكفار، وتصيب الصالح والطالح. هذه هي الشبهات التي ينشرونها وتنطلي على السذج من المسلمين. علماؤنا يقولون والقرآن والسنة يجيبان فيقولان لنا أن هذه الكوارث والأحداث قد تكون نجم قسمها لثلاثة أقسام، قد تكون إما أولاً عذاباً وعقوبةً، ثانياً يمكن أن تكون تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين لعلهم يرجعون، لربما تكون
أمة مسلمة لكن واقع في انحرافات كثيرة، فيرسل الله ربي سبحانه وتعالى آيات مش ترجع مش تخاف مش تتهد شوية عن مبارزة الله عز وجل، مش تركع شوية، مش تصفر روحها شوية، مش تفك شوية عن محاربة ربي، مش ترجع. أو قد تكون كذلك، قدر الإنسان بعض ساعات يقول نزلت على عباد صالحين، قد تكون تمحيصا كذلك وابتلاء. لذلك إذا نزلت الكوارث والآفات بأرض الكفر الظالمين الذين يحاربون الله ورسوله فهي بدون شك عذاب وعقوبة من الله تعالى. أما إذا حلت الكوارث بديار المسلمين فيجب النظر بمنظارين اثنين، ما تخرش على حاجتين اثنين. أولا منظار الابتلاء، أنها تمحيص لأهل الإيمان وتكفير لسيئاتهم، ونظن خيرا بأهلنا خاصة في الوطن القبلي، رأينا غالبية الشعب أنه ما زال فيه الخير وما زال فيه الإسلام، وهذوك ما هذوما إلهم إلا شغلة منفصلة تماما عن الشعب التونسي وعن تاريخه المسلم، وعن هذوما ناس منفصلين مش منا مش منا، متكونين بلاص أخرى، متربين على أشياء أخرى، ما يقولوش الحمد لله، ما يقولوش سبحان الله، ما يقولوش حاجة قال الله قال الرسول، منفصلين علينا مش منا وليسوا منا. لكن أغلب الشعب التونسي حتى كتصيبه مصيبة تلقاه يرجع لربي ويتساند في بعضه كما رأينا أهلنا الوطن القبلي. إذن المنظار الأول منظار الابتلاء، المنظار الثاني منظار الإنذار، وأنها بسبب تقصيرات كثرت وعمت في المجتمع، وهذه هو الأرجح في بلادنا. كما يمكن، قال العلماء، كما يمكن أن تجتمع في العقوبة الواحدة الابتلاء والعقوبة، كلام نفيس معناها ينجم يكون هالكارثة الطبيعية هي تجتمع فيها الابتلاء والعقوبة في نفس الوقت. فإذا نزلت الكارثة ببلاد فيها صالحون ومفسدون فهي تمحيص وابتلاء للصالحين وعقوبة وإنذار للمفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، إن مثل هذه الآيات العظام من فيضانات وكوارث طبيعية تستدعي منا أن نتوب إلى الله عز وجل. أنا أتوجه الآن بخطابي إلى عباد صالحين بإذن الله تعالى، إن ناس مسلمين يؤمنون بقال الله قال الرسول، أما غيرهم فلا نكترث بهم. نحن المؤمنين ديما نرد الشيء إلى الله عز وجل، لما المسلم يرى الشيء هذا أول شيء يبادر إليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم كل واحد منا علينا أن نتفقد أحوالنا وحياتنا لننظر هل تمشي على مراد الله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل، أم أنها تمشي في ظلمات وجهالات تسخط الله وتغضبه. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، قاعدة جعلها العلماء، ما نزل بلاء بفرد أو بمجموعة إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. خلوهم هم بشعاراتهم، أنا هذه شعاراتي، هذه علاش تربينا وهذه علاش باش نموت إن شاء الله وهذه علاش نحيا باش نربي أولادنا رغما عن أنوفهم، وهذه بلادنا لن نسلم فيها إلى آخر رمق. فلينظر كل واحد منا إلى حاله مع أوامر الله عز وجل ونواهيه، كل واحد منا يراجع نفسه ويحط روحه هو في قفص الاتهام ويقول ربما الذي أصاب الأمة بسببه وما أصاب البلاد بسببه، لو كل واحد فينا فعل هذا لتحسن حالنا. ينظر نفسه كيف حاله مع الله مع أوامر الله عز وجل، كيف حاله مع الصلاة أول ركن من أركان الإسلام. بلاد تحارب فيها الصلاة في كثير من الأماكن، ولا أبالغ، تحارب الصلاة فيها. بعض الإخوة يجيهم يوم أسبوعين يتشكوا، خاصة يشتغلوا في القطاع الخاص. يحكي لي واحد من الملتزمين قال لي أول بند يقول لي راه ممنوع الصلاة في المعبد، قبل كل شيء قال لهم هذين نتفقوا، قال له راه ممنوع الصلاة في المعبد. فما يشرح الدرجين مش نشرب كاس ماء، ممنوع الصلاة، أشرب كاس ماء، تكيف، أعمل راحة، كل شيء، الصلاة ممنوعة. فيش حبها بلاد كما هذه تحارب الله، تحارب الصلاة، فيش حبها، كيفاش تحبوها؟
وهذا هي مسؤوليتنا جميعا، لأننا نسكت على المنكرات ونسكت على محاربة الشرع. كيف حالنا مع أحكام الله سبحانه وتعالى في الأسرة وفي كذا ومع تربية الأبناء؟ كيف حالنا في الأموال والمعاملات؟ شاع الغش والرشوة والربا والمنكرات، كلها شاعت. لذلك لا نستغرب لما تجينا العقوبات، بل ربي سبحانه وتعالى رحيم بنا. كيف حال مجتمعنا؟ لقد وصل الفساد في مجتمعنا إلى حال تفوق كل وصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي روته أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعذاب. بدون تعليق، الحديث واضح. المشكل في بلادنا عباد الله، وقلناها مرارا، أن الفئة الصالحة قليلة وسلبية. مصيبة أن الفئة الصالحة قليلة وسلبية. لذلك لما ترى نظرة عامة للمجتمع ترى الفساد هو اللي طاغي والإفساد هو اللي طاغي، والصالحون حتى اللي موجودين الصالحين الباهين تلقاه متقوقع ومناهر ما سلاحه، وكهو أعلن الاستقالة. ولذلك كما قلناها مرارا في هذا العصر وفي هذه البلاد بالذات، الصلاح لا يكفي، لابد أن نكون مصلحين، لابد من العمل على الإصلاح، أن يستنفذ الإنسان كل الطاقة متاعه من أجل الإصلاح في أسرته وفي أبنائه وفي محيطه، وإن تجد جسمه يصلح مش يكون صالح ويسكت، لا يكفي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قالش وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. ما ينجم يمنع البلاد هذه كان الإصلاح، مش الصلاح بركة، أنه يصلح ويتكلم وينوب علينا نحن كأئمة كيفاش نتكلموا كيفاش ننتخبوا. خليك نحن أنا نعبدوا في ربي وأنا نعتمروا وأنا نصلي ويجيونا راهو كل أسبوع راهو تعطيل للمنابر، راهو كان جاو يتعاملوا هكا مع المنابر الإعلامية راهي بلاد خير. لو كان جاء فما الضغط اللي موجود من كل الأطراف، كان جاء الضغط اللي موجود على المساجد موجود على المنابر الإعلامية رأي البلاد لاباس. ما نحدثكمش على الضغط الموجود على المنابر، ما نحدثكمش عليه. لم يقل وأهلها صالحون. هل ينفع أن تكون صالحا في نفسك وأنت ترى المنكر يعم حولك وأنت لا تحرك ساكنا؟ لا ينفع. أمنا السيدة زينب بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، قد تهلك الأمة وفيها الصالحون إذا عم الخبث، إذا ظهر الفساد، إذا فتحت ساشات المنابر ترى كان الفساد، إذا خرجت الشارع ترى الفساد طاغي على الصلاح، حينها يمكن أن يحل بها العذاب. الصديق رضي الله عنه حديث صحيح يعرفه الجميع يعطي فينا درس لكننا نحن ننسى. الصديق رضي الله عنه ذات يوم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يسأل لنا نحن تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم لتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لذلك سؤال واضح: هل توا لما ننظر للمجتمع التونسي هل هو اللي طاغي إصلاح الصلاح أم الفساد؟ لما نفتح وسائل الإعلام متاعنا هل اللي طاغي الصلاح أم الفساد؟ لما ننظر للجيل متاعنا هل اللي طاغي الصلاح أم الفساد؟ هل ننظر للمؤسسات التربوية متاعنا هل اللي طاغي الصلاح أم الفساد؟ بعد ذلك لما نشوفه نقول له: يا ربي سبحانك، ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك بعبادك، وكم أنت حليم بعبادك. لأن لو حسبتنا بأفعالنا في هذه البلاد هذه مش طوفان يجي، مش إعصار، مش قوم نوح، مش قوم لوط، الكل مع بعضهم بسبب أفعالنا. لذلك لما نقرأ قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وحين نقرأ قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أنا لما نقرأ الآيات هذه نخاف على مستقبل البلاد هذه.
والواحد منا يلزم صباح مساء يستغفر ويتوب الرب سبحانه وشوية. وكلمات أخيرة يعني بعجالة، وعن بعض الملاحظات توهم هذه حملة الاستهزاء الموجودة الآن على فيسبوك وغيرها، الناس تستهزأ بالأعاصير، تستهزأ بآيات الله، يستهزأ بعقاب الله. والله لو كان يجي عقاب الله سبحانه وتعالى تراهم كما نشوف بيان، تراهم يرجلوا خايفين، أما هم ما يعرفوش شنو معناها، لأن ربي سبحانه حاميها البلاد هذه بك الصالحين اللي فيها، ما زال فيها خير البلاد. أما لو كان ينزل عقاب من الله، سواء بعقاب معناها إعصار أو زلزال أو لا والعياذ بالله ولا سمح الله حرب ولا كذا، تو تشوفهم اللي يرهبوا وضموا يستهزئوا بآيات الله. ثم بعد ذلك ما وقع الآن في وسائل الإعلام كالعادة، كالعادة خرجت طائفة ملة من العشرين، خرج واحد منهم يستهزئ بالحديث النبوية التي تتحدث معناها على أن الإنسان المسلم يبدأ كيف مسلم ويصيبه إعصار هكا ولا يصيبه الغرق أو يصيب له هدم في بيته فهو من الشهداء، وهذا حديث صحيح. السيد هذا خرج يضحك، وفي المقابل رجل آخر متاع الرصد الجوي بمجرد أنه هنى هؤلاء وقال نحسبهم عند الله شهداء انهالت عليه والعياذ بالله، انهالت عليه الأسهم وعوقب مباشرة. لم يعاقب الذين خربوا البلاد ونهبوا البلاد، لم يعاقب المهندسون الذين معناها خرجوا بطرقات غالطة وعدوا طرقات في أماكن معناها مش صحيحة، والفساد 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 ما تعاقبوش، تعاقب الرجل اللي مجرد أنه قال هنيئا أنهم شهداء. فين تحبوا نمشيوا بالبلاد هذية؟ فين تحبوا نمشيوا؟ استهزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين يرى الريح وكان حين يرى الغيوم يظهر ذلك على وجه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرى الخوف والوجل بعد تمر كأنه ينشرح. فسألته أم عائشة عن ذلك، قرأها الآيات اللي قريناها من سورة الأحقاف، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، قال أخاف أن أكون مثل الأقوام الأخرى. بالتالي عباد الله هذه دعوة كل واحد منا يراجع نفسه، والرسول الله سبحانه وتعالى يقول في الأخير وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الإمام النابلسي ذكر الله بخير قال لك ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال لك هذيك قبل، معناها لما كان الصحابة وكان فيهم رسول الله، واليوم ما دامت سنة الرسول معانا وما دامنا ماشيين في سنة الرسول ما يعذبناش ربي. هذه وسيلة من وسائل معناها نبعد بها عن العذاب. والوسيلة الثانية هي الاستغفار، نحافظ على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار. وكلمة أخيرة، يوم الأحد إن شاء الله ستكون محاضرة بعد صلاة العصر، محاضرة بعد صلاة العصر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه باش نخلق قلوب في البلاد هذه. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ مما فعله السفهاء منا. اللهم يا أرحم الراحمين، فينا الشيوخ وفينا الأطفال الرضع وفينا الصالحون يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم كن لأهلنا في الوطن القبل، اللهم اجبر مصابهم يا أرحم الراحمين، وعوض خسائرهم يا أرحم الراحمين، واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين، احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.